السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، نلتقي اليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم متعلق بموضوع فيزا فرنسا في الجزائر. سوف نحاول في هذا الفيديو إن شاء الله شرح الملف الخاص بتأشيرة فرنسا لحضور مؤتمر علمي. قبل ما نبدو هذا الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في هذه القناة، وما تنسوش تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديدة التي سوف أضعها على هذه القناة إن شاء الله. إذن بدون إطالة نعود إلى موضوع اليوم. بالنسبة لملف تأشيرة فرنسا لحضور مؤتمر علمي، هو تقريبا نفس الملف الخاص بتأشيرة فرنسا سياحة. بإضافة إلى هذا الملف، يجب إضافة الوثائق الخاصة بهذا المؤتمر العلمي. إذن سوف نحاول التحدث عن كل هذه الوثائق في هذا الفيديو إن شاء الله. الملف الأول وهو le passeport original. Le deuxième document, c'est le formulaire. Le formulaire, c'est imprimé à France Visa. Comme vous le savez, c'est le 2 décembre 2018. Le document est sur le TLS Contact ou le document est sur le VFS Global. Vous avez un rendez-vous pour déposer un dossier de visa. Le document est sur le France Visa. كي تدخل في هذا الموقع فرانس فيزا، تعمل لو فورمولير اونلاين، ومن بعد كي تكمل لي بروسيدور دانسكريبسيون تيليشارجي لو فورمولير من هذا الموقع. اللي حاب يشوف الفيديو كيفيه التسجيل في هذا الموقع وكيفيه تحميل هذه الاستماره، ما عليه الا الدخول في الفيديوهات القديمه التي وضعتها في السابق. التروازيام دوكيمون هو الريسي بي سي. نفس الشيء بالنسبه للريسي بي سي، دونك سان دوكيمون اللي تجيبه بعد التسجيل في موقع فرانس فيزا. دونك لي سي بي سي هو عباره عن وثيقه فيها لي دوكيمون نيسيسير بور فوتر دوسي دو فيزا. الكاتريام دوكيمون هو فوتوغرافي. فوتوغرافي بيان سور تكون فيها لي كاركتيريستيك، تكون فيها لي ديمونسيون تاعها 3.5 فوا 4.5، لاريال تاعها يكون بلون، وتكون ان فوتو ريسونت. سانكيام دوكيمون وهو لاتيساسيون دو ترافاي. لاتيساسيون دو ترافاي اللي تكون باللغة الفرنسية، وإذا كانت باللغة العربية ديرها ترادكسيون شي أن ترادكتور يكون أغري باغ ليتا. لو سيزيام دوكيمون وهو فيش دو باي تاع لي تروا ديرني موا، نفس الشيء يكونوا باللغة الفرنسية، ولا ديرهم أون ترادكسيون للغة الفرنسية شي أن ترادكتور أغري باغ ليتا. Le septième document, c'est l'attestation d'affiliation à la CNAS. شهادة الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. Le huitième document, c'est le billet d'avion aller-retour. ماذا بيك لو بيي دافيون يكون متوافق، لي دات تاعو يكونوا متوافقين مع المؤتمر العلمي. ماذا بيك يكون نهار قبل بداية المؤتمر العلمي، والروتور يكون نهار بعد نهاية المؤتمر العلمي. لو نيفيام دوكيمون وهو لاسيرونس دو فواياج. لاسيرونس دو فواياج ديرها شي اون اسيرونس تكون اغريي باغ ليتا، وتكون تبدا على حساب لي دات اللي راك دايرهم في البي دافيون الي روتور. Dixième document, c'est la réservation d'hôtel avec confirmation. Là, il faut faire attention. L'hôtel qui a fait la réservation avec confirmation, il faut faire l'hôtel qui a fait le formulaire sur mon cas France Visa. Onzième document, c'est la fiche familiale en français. Là, c'est la fiche familiale en français. Les célibataires diront fiche individuelle en français. كما راكم تشوفوا، هادو لي دوكيمون هما نفسهم لي دوكيمون اللي ديرهم في ان فيزا توريستيك. بالاضافه هادو لي دوكيمون اللي قد دير الوثائق الخاصه بالمؤتمر او الملتقى العلمي. لو بريمي دوكيمون هو لاتيساسيون دانسكريبسيون في هذا لو كونغري. كما يعلم الجميع، بور اسيسي ان كونغري ان فرونس لي قدير ان انسكريبسيون بريالابلومون. كاين بعض لي كونغري اون فوا
انسكري بار الانترنت يرسلولك هذه لاتيساسيون اوتوماتيكمون في لابواط ايميل تاعك. وكاين بعض لي كونغري اللي قد تتصل بالمنظمي هذا المؤتمر باش يرسلولك لاتيساسيون دانسكريبسيون. لو دوزيام دوكيمون وهو لو بروغرام، لو بروغرام تاع هذا لو كونغري، نفس الشيء سوا تيليشارجيه بار انترنت ولا طالب لي زورغانيزاتور دو سو كونغري باش يرسلولك لو بروغرام بار ايميل. تروازيام دوكيمون وهو الخاص بالاشخاص اللي عندهم ان بريزون شارج، ان بريزون شارج بار ان سوسيتي سافونت ولا بريزون شارج بار ان لابوراتوار ولا بار لي زورغانيزاتور دو كونغري نفسه. هنا اللي قد يدفعوا كذلك في لو دوسي تاعهم ان بريزون شارج، دونك هذه الوثيقه تعاونهم بزاف في الحصول على تاشيره لحضور هذا المؤتمر. لو كاتريام دوكيمون وهو لانفيتاسيون، هذه لانفيتاسيون سوا يرسلوها لك لي زورغانيزاتور تاع لو كونغري ولا اذا كان عندك لين بريزون شارج تلقاها مكتوبه في البريزون شارج بار لا سوسيتي اللي حابه تديك بور اسيستي هذا لو كونغري. لو ديرني دوكيمون، سانكيام دوكيمون، وهو خاص بالنسبه للاشخاص اللي راهم شاركين في هذا المؤتمر. مثلا شخص راه حاب يروح المؤتمر العلمي في فرنسا ويكون مشارك في هذا المؤتمر، سواء بار ان كومينيكاسيون افيشي ولا كومينيكاسيون اورال، هنا يطالب لي زورغانيزاتور باش يسلو له ان جيستيفيكاتيف بلي راه بارتيسيبون في هذا لو كونغري. هذه الوثيقه كذلك تعاونك بزاف باش تحصل ان شاء الله على تاشيره لحضور مؤتمر بفرنسا. دونك هادو هما لي دوكيمون نيسيسير بور افوار ان فيزا بور اسيستي ان كونغري. كاين حاجه دير فوتوكوبي تاع كاع لي دوكيمون لي عديناهم. بالنسبه للباسبور دير فوتوكوبي تاع لي 5 برومي باج، واذا كان راك متحصل مقبل على فيزا دير فوتوكوبي تاع كاع لي باج لي فيهم الفيزا وكاع لي باج لي فيهم الكاشي تاع الباف. ودير فوتوكوبي تاع لي زوتر دوكيمون. ما تنساش يعني باش دير فوتوكوبي تاع الفيش فاميليال ولا الفيش انديفيديوال، ما تديش دو كوبي اوريجينو، اللي قلت تدي ان كوبي اوريجينال وتدي فوتوكوبي تاعها. زياده على هذا الملف تدي لو روسي دي بيمون دو فري دو سيرفيس. كما يعلم الجميع كي تدي ان رونديفو في لو سونتر دو تي ال اس ولا تدي ان رونديفو في لو سونتر دو في اف اس جلوبال يعطوك ان ديلي دو 72 اور بور كونفيرمي لو رونديفو. كي دير باش تكونفيرمي لو رونديفو تامبريمي هذا لو رونديفو من لو سونتر دو تي ال اس كونتاكت وتروح لاي بوست تخلص لي فري دو سيرفيس المقدره ب 365 الف سنتيم، 3650 دينار جزائري. كي تخلص في لا بوست يعطوك ان روشو، هذا لو روشو تديه معاك لو جور دو فوتر رونديفو تدفعه في لو دوسي. اللي حاب باش يشوف كي يدير اي كونفيرمي لو رونديفو دون لو سونتر دو تي ال اس ولا في اف اس راني داير تاني ان فيديو مقبل يتحدد عن كيفية تأكيد موعد فيزا فرنسا. ما عليكم إلى الدخول في الفيديوهات القادمة وشوفوا هذا الفيديو. زيادة على هذا تدي معك لي فري دو فيزا، لي فري دو فيزا المقدرة ب 810000، هذا بالنسبة فيزا كور سيجور بيان سور 810000 8100 دينار ألجيريا. دونك ان شاء الله يكون هذا الفيديو واضح، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. اذا كان عندكم اسئله تنجموا تخلوها في خانه الاسئله، سوف احاول الاجابه على كل سؤال اعرف الاجابه عليه. دونك ما تنسوش الاشتراك في هذه القناه وما تنسوش الضغط على خاصيه الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديده التي سوف اضعها على هذه القناه ان شاء الله. اذا مع السلامة، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.